السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا مع بعض. احنا ان شاء الله من دلوقتي بالمدة ساعة بوصفات لذيذة وعملية وطعمها بيشهي. هنبتدي اول وصفة للنهاردة بالفراخ. الفراخ طبعا بتتعمل بطرق كتيرة، النهاردة هنعملها في الفرن بطريقة لذيذة جدا ان شاء الله هتعجبكم. علشان نعمل الفراخ بتاعتنا عايزين هو فراخ مبهرة في الفرن، عشان نعملها عايزين طبعا فراخ، عايزين معلقة كبيرة من كل من، طبعا ده على 3 فرخات، يعني العيار ده لـ3 فرخات، فهنعوز معلقة كبيرة من كل من بهارات: بابريكا مدخنة، قرفة، زنجبيل بودرة، توم بودرة، بصل بودرة، هنعوز ملح وفلفل، روزماري، وهنعوز نص كوباية زيت زيتون، ده لـ3 فرخات، بطاطس بيبي، وجزر بيبي، وبصل او ورمة، وراس توم كامل. طيب اول حاجة هنعملها هنغسل الفرخة. هنغسل الفرخة. انا زي ما قلت قبل كده من الناس اللي بتغسل الفراخ، يعني انا ما بقدرش اتخيل ان في حد ممكن ياكل الفرخة من غير ما يغسلها، يعني باكل يعني الفرخة تتذبح وانا اروح واكلها على طول، واللي جوه ده بقى ايه مش عارفه، ما صعب صعب. فانا بغسل الفرخه. هي النظريه بتقول ايه؟ ما تغسلوش الفراخ عشان ما تنشروش البكتيريا. طب ما انا اغسل الفراخ وانضف البكتيريا، فاحنا كده نبقى حلينا المعادله الصعبه. نضفنا الفراخ ونقدر ما نشمش فيها ريحه مش لطيفه، وفي نفس الوقت ناكلها واحنا مش متضايقين، وفي نفس الوقت نضفنا البكتيريا، مفيش مشكله خالص، بسيطه. فالحوض اللي هنغسل فيه الفراخ ننضفه بعد كده عادي، يعني او بننضفه بعد كده عادي، بس خلاص. المهم نضفت الفرخه بتاعتي ونضفت البكتيريا بتاعتنا اللي طلعت من الفرخه، وهنشتغل دلوقتي في الفرخ. عندنا بقى قلنا ايه اول حاجه؟ دايما انا بحب نعمل التتبيله بره، يعني ما احطهاش مباشره على الفراخ او على اللحمه، عشان انا بحب ادوقها، يعني بحب ادوقها واتاكد انها كويسه وبعدين اروح حط عليها الفراخ او اللحمه بتاعتنا. فهنحط بقى هنا كل الحاجات بتاعتنا. هجيب معلقه صغيره علشان نقدر ناخد الكميه، احنا بس هنتبل واحده فطبعا الكميه هتبقى اقل من اللي احنا كاتبينه. هنحط كل التوابل بتاعتنا، ودلوقتي هقراها لكم تاني علشان اللي ملحقش يشوفها يتبع معانا. روزماري وبابريكا مدخنة، هنجيب بقى شوية ملح وفلفل، ملح وشوية فلفل، طبعا عايزين تحطوا كمان شوية ليمون، بتقدروا تحطوا ليمون. هنجيب بقى السكينة بتاعتنا، وهنجيب التومة اللي عندنا وهنقطعها مش من الحتة اللي فيها هذا الشيء، هنقطعها من هنا من هنا كده. يلا بينا. يعني انا عايزاها بهذا الشكل، شوفوا دي بقى لما بتستوي جوه كده وبتتكوا عليها وتطلع التومه منها احلى تومه ممكن تاكلوها. طيب هنخلط الكلام ده، هخلطه بايدي لاني هدوقه. نتاكد بقى ان الملح تمام وكل التوابل بتاعتنا تمام التمام، بعدين ساعتها بنروح متبلين الفرخه بتاعتنا. لذيذه جدا ومش محتاجه حاجه خالص. هناخد بقى دلوقتي الحاجات اللي عندنا. عندنا البصل الصغنن ده، خلينا الاول نتبل ال خلاص مش مشكله. طيب هنحط البطاطس كمان بيبي، جزر بيبي، هذا الشيء حراق حراق ولذيذ. طيب هنضرب بقى دوك. انا بحب الحراق النص نص،
علشان خاطر اقدر احس بطعم الاكل. لما بيبقى الحراق زياده عن اللزوم انا ببقى مش عارفه انا باكل ايه، باكل لحمه، باكل فراخ، باكل عيش، انا مش عارفه انا باكل ايه. بس النص نص ده كده بيدي طعم حلو. ادي المقادير بتاعتنا اهي التاني، معلقه كبيره بهارات، معلقه كبيره بابريكا مدخنه، معلقه كبيره قرفه، زنجبيل بودره، توم بودره، بصل بودره، ملح وفلفل، روزميري، بطاطس بيبي، نص كوب زيت زيتون، جزر بيبي، بصل قورمة، وراس توم كامل. هناخد بقى دي نحطهم هنا، وناخد التوابل بقى اللي عندنا دي، ونبتدي نتبل الفرخة بتاعتنا. من بره ومن جوه هناخد بقى كده كام بصلايه ونحطهم جوه هنا يدوا طعم حلو. ممكن ناخد كمان جزرتين مثلا كده، ونقفل ببصلايه، وناخد بقى الفرخه بتاعتنا. ونحطها كده هنا. ناخد بقى رجلين الفرخة ونربطها كده كده تمام. خلاص هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ الفرخة بتاعتنا مش هنحط لها مية ولا اي حاجة، لان هي الخضار ده كله هينزل مية والفرخة نفسها هتنزل مية. فهنعمل ايه؟ هناخد ورق الزبدة هنحطه كده عليها كده اهو، بعدين هنغطيها بالفويل، وعلى الفرن على اعلى درجة حرارة لمدة تلت ساعة. وبعد التلت ساعة دي هخلي درجة الحرارة 200، وخليها انا بحب اقعدها ساعة ونص، بحبها تقعد ساعة ونص في الفرن. فهنعمل كده، وعلى الفرن على طول زي ما اتفقنا، اعلى درجة حرارة لمدة 20 دقيقة. وبعد العشرين دقيقة دي هخلي درجة الحرارة 200، الصراحة أنا بخليها 180، يعني حطوها 190 بيني وبينكم، على 190 لغاية ما تكمل ساعة ونص، يعني 20 دقيقة على أعلى درجة حرارة، وساعة وعشر دقايق على درجة حرارة 180. وبرضو كل شوية كده نبص بصة خفيفة على البايركس من تحت عشان نتأكد إن هو في مية، مش نشفت المية على الآخر يعني. بس هو المفروض كل الخضار اللي عندنا والفراخ ينزلوا مية، مفروض إنه لغاية ما تخلص ما نعوزش أي سوائل نحطها. دي طبعاً آخر خمس دقايق أو ثلاث دقايق هنشيل من عليها الفويل وورق الزبدة، ونحاول نديها كده لون حلو لو كانت هي ما اتحمرتش زي ما احنا عايزين. دلوقتي احنا حطيناها في الفرن، هنطلع دلوقتي الفاصل ونرجع بعد الفاصل عشان نكمل معاكم بقيه وصفاتنا للنهارده. اقول لكم هنعمل ايه بعد الفاصل. عندنا حاجتين، عندنا فته كفته بالزبادي، فته مشهيه لذيذه جدا 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 جدا، وعندنا كمان كيكه البوبي سيد والفراوله، ودي من الكيكات المفضله عندي. يعني كيكه البوبي سيد دي انا بحبها جدا جدا جدا. ازاي بعملها هقول لكم بعد الفاصل ان شاء الله، هتعرفوا كل وصفاتنا بتتعمل ازاي. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل مع بعض وصفتنا التانية للنهاردة، وهي وصفة لذيذة قوي، هي وصفة فتة كفتة بالزبادي. الوصفة بتاعتنا دي بتتعمل بحاجات كتير، يعني احنا النهاردة هنعملها باللحمة المفرومة، انتوا بتقدروا تعملوها بالفراخ، وبتقدروا تعملوها كمان باللحمة، ويا سلام لو بلحمة الموزة بتبقى حاجة جميلة جدا جدا جدا، او تعملوها بالفراخ اللي متقطعة برضو بتطلع لذيذة قوي. بس انا النهارده حبيت اقدمها بطريقه
ابسط شويه اللي هي بالكفته. فتعالوا نشوف هنعملها ازاي. عشان نعمل فتت الكفته بالزبادي بتاعتنا عايزين 2 خبز شامي مقطع ومقلي، 1 كيلو لحم مفروم احمر، 1 بصل مبشور، 4 كوبايات زبادي، 2 فص ثوم مفروم، 1 كوب طحينه، 4 معالق كبيره ليمون، ملح وفلفل. للوش عايزين بقى لوز وصنوبر ومعلقه صغيره شطه مجروشه واتنين معلقه كبيره سمنه وقطعه فحم. السمنه بتقدروا تستغنوا عنها، السمنه بتقدروا تستغنوا عنها بس هي بتدي طعم حلو، بس لو عايزين تستغنوا عنها استغنوا عنها. طيب اول حاجه خلينا بس نولع البوتاجاز. طيب الكفته يا جماعه بتقدروا تعملوها بطريقتين، بتقدروا تحطوها في الفرن وبتقدروا تقلبوها مع شويه سمنه زي ما انتوا عايزين، دي شغاله ودي شغاله. خلينا دلوقتي نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنعمل، تقدروا تعملوها صوابع، بتقدروا تعملوها كور زي ما تحبوا. احنا عاملين شويه كور، تعالوا نعمل دي صوابع علشان نبقى عملنا دي وعملنا دي ونقدم الاتنين في نفس الطبق بيبقى شكلهم برضو حلو. هناخد بقى دلوقتي اللحمه بتاعتنا اهي ونحطها كده هنا. هنحط عليها البصل مبشور، مش هحط لها حاجات كتير، بصل مبشور وشوية ملح وشوية فلفل، هحط الطاسة شوية كده على النار. وهنبتدي نعمل دي أصابع، احنا عاملين كور فحلوة تبقى كور وأصابع كده، ولا ايه رأيكم؟ لذيذة. نحط شوية كده وشوية كده. السمنة يا جماعة كنت يعني اللي عايز يستعملها في طريقتين تستعملوا بيها السمعة، في السمعة الايه السمنة في الوصفة دي، بتقدروا انكم تحطوها على السمن على الكفتة في النار و يعني تقلبوا فيها الكفتة على النار، او لو هتحطوا مثلا الكفتة في الفرن بخلي السمنة للوش. بعمل ايه؟ بحطها بقلي فيها اللوز وبخليها على الوش. خلينا دلوقتي بس ناخد شوية سمنة، بما اننا عاملين نصها في الفرن هنحط الباقي هنا كده اهو، ونبتدي نحط السمنة هنا ونبتدي نعمل الصينية بتاعتنا. نحط دول هنا كده، وكمان عاملة ايه شوية صوابع وشوية كور، هيبقى شكلها حلو، هتعمل حاجة لذيذة. طيب زي ما قلت لكم الفتة دي بتتعمل بطريقتين، بنقدر نعملها باللحمة الموزة، وبتقدروا تعملوها بالفراخ المنسلة بتطلع برضو لطيفة جدا، وبتقدروا تعملوها كمان نفس الوصفة دي بيتعمل بيها فتة الحمص، فيعني بتقدروا تتفننوا انتوا. المهم عندكم البدوة، البدوة دي أساسية في الأكل الشامي، أساسية يعني بيتعمل منها فتة المكدوس، فتة الحمص، بيتعمل منها كل أنواع الفتة تقريبا، اللي هي زبادي وطحينة وليمون وتوم، بيتعمل منها حاجات كتير جدا جدا جدا، مش قادرة أقول لكم قد إيه كتير يعني. بس دي تبتدي تسخن ونبتدي نحمر الكفتة بتاعتنا ونعمل البدوة مع بعض. واللحمة اللي هنستعملها يا جماعة ما تكونش لحمة فيها دهنة، يعني تكون لحمة من غير دهنة زي اللي احنا بنستعملها دي، حمرة كده زي ما انتوا شايفين. وعالسمنة بقى في النار، او بنحطها بندهن الصينية زيت ونحطها في الفرن زي ما انتوا عايزين. تقدروا كمان لو تحبوا كمان بتقدروا تعملوها مع كفتة فراخ، يعني هي فكرتها حلوة، تقدروا تعملوا بيها حاجات كتير. ناخد بقى الكفتة بتاعتنا نحطها كده هنا، كده. وده أنا عاملة شوية مدور وشوية صوابع كده، ده اختياري، ده مش حاجة يعني مش متعملوش زيي يعني، أنا كده حبيت أعمل حركة معرفش حتى هيطلع شكلها حلو ولا وحش، هنشوف مع بعض في آخر الحلقة إذا كانت حلوة ولا مش حلوة.
وكمان عايزه افتكر اوطي النار على الفرخه، لان احنا زي ما اتفقنا هنحطها شويه على اعلى درجه حراره، وبعدين هنخلي درجه الحراره 180 لغايه ما تكمل ساعه ونص. خلاص كفايه، بعمل كمان واحده وخلاص كده كفايه. دول اصابع، هي مش هتاخد وقت على النار وهتبقى جاهزه. في ناس بيحطوا رز، انا ما بحبش احط رز تحتيها قوي، لان لما بيخلصش الطبق بيبقى صعب ان احنا نرجع تاني نسخنه والرز تحت يعني. فانا بحب الرز يبقى بره، واللي عايز ياكلها يعني اللي عايز ياكل يحط جنب الرز. ما مش عارفه، بس في ناس بيحبوا يحطوا رز تحت الفته. خلاص نشيل ده ونقلب بقى الكفته بتاعتنا، وبعدين نعمل البدوه. خليها تقفل شويه من تحت، خليها تقفل شويه من تحت وبعدين نقلبها. طيب هنعمل دلوقتي البدوه بتاعتنا. البدوه بتاعتنا عشان نعملها عايزين الزبادي والثوم والطحينه والليمون وشويه ملح فقط لا غير. وصعب كمان ان احنا ندي عيارات محدده للبدوه، لان على حسب الليمون مثلا قد ايه درجه حموضته، على حسب الزبادي قد ايه درجه حموضته، فبيبقى صعب. هي بتعتمد اكتر على ان احنا ندوق ونقرر، بتعتمد اكتر على الدوق. بحب دايما اضربها بالمضرب، لان المضرب بيخليها كريمي مش بمعلقه ولا بسباتولا، بحب بالمضرب دايما. نحط الزبادي بتاعنا، هنحط الثوم، هنحط الليمون، وهنحط الطحينة. وهنحط شوية ملح. طرطشة شديدة. تاخدش وقت، شايفين خلاص هي تقريبا خلاص. يلا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنقلب كل الكلام ده مع بعضه. وزي ما دايما بقول لكم لازم تدوقوا، لازم ندوق ونعرف ايه الاخبار. ولا محتاجة اي حاجة، ممتازة. احنا كده مستنيين بس بقية الكفتة بتاعتنا تتحمر، فاضلها يعني يا دوب دقيقتين بالظبط. والسمنة بتاعتها اللي نزلت دي ممكن احنا ناخدها نحطها على وش الكفتة، هتبقى حلوة قوي، هتدي طعم جميل السمنة اللي احنا عاملين فيها الكفتة بتاعتنا. طيب احنا دلوقتي ناقص ان احنا نطبق الوصفه بتاعتنا. هنطلع فاصل، بس قبل ما نطلع فاصل عايزه اقول لكم العيش ده عيش شامي، واحنا قطعناه وقليناه، بس انتوا لو تحبوا بتقدروا انكم تحطوا عليه شويه زيت وتدخلوه الفرن او المقلايه الهوائيه، فانتوا زي ما انتوا عايزين، بس هو طبعا في الاخر قلي احسن. واللوز طبعا والصنوبر بتوعنا مقليين برضو في الزيت. كده نبقى احنا جاهزين بكل حاجتنا، ناقص بس وعايزه اوريكم كمان دي كده خلاص.
دي كده احنا عملناها في السمنه على النار وخلاص حطيها. ودي اللي عندنا احنا حطيناها في الفرن اهي، فاحنا كده عندنا دي محطوطه في الفرن ودي متقلبه مع معلقتين سمنه. كل ده هنحطه على الوش، اللي عايز ياخد المشويه ياخد، واللي عايز ياخد اللي بال متحمره في السمنه ياخد. خلينا بقى دلوقتي نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نطبق معاكم الكفته بتاعتنا ونكمل معاكم بقيه وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. غيرت رايي وقلت هنخلي الكفته بتاعتنا الفته نقدمها في الاخر خالص عشان لونها يفضل كده ملعلع وحلو، فهنخلي دي هنا على جنب ونبتدي نعمل مع بعض وصفتنا الثالثه للنهارده واللي هي كيكه البابي سيد والفراوله. الوصفه بتاعتنا لذيذه جدا، علشان نعملها عايزين كوبايه دقيق، نص كوبايه سكر، اربع بيضات، 2 معلقه صغيره بيكنج باودر، نص معلقه صغيره بيكنج صودا، تلت كوبايه ليمون، 1 كوب زيت، 3 معالق كبيره بابي سيد، وللوش عايزين 1.5 كوبايه زبادي فراوله، نص علبه حليب مكثف محلى، 3 معالق كبيره ليمون، وعايزين بقى زي ما انتم عايزين تزينوا الوش براحتكم. طيب اول حاجه هنعملها هي الكيكه، عياراتها صغيره وهي من الكيكات اللي بتبقى صغيره ما بتبقاش عاليه، يعني دي كيكه صغيره مش عاليه، عايزينها عاليه. دبلوا العيارات اللي احنا قايلينها، يعني بدل كوبايتين دقيق تبقى، بدل كوبايه دقيق تبقى 2 دقيق وواحد سكر و8 بيض. الزيت هو انا عارفه عيار الزيت انتوا هتشوفوه كتير على كوبايه الدقيق، بس لما تجربوها وتشوفوا طعمها قد ايه حلو هتعرفوا ان مش كتير، ودي عيارات الكيكه دي بالطريقه دي بتطلع خطيره. طيب خلينا اول حاجه هنعملها هناخد البيض اللي عندنا مع السكر مع الفانيلا. فين الفانيلا؟ ها هي فانيلا بودرة. اوكي هنخلط الكلام ده كله مع بعضه. شوية كده حلوين، هنبتدي بقى دلوقتي ننزل بالزيت. عندنا بقى دلوقتي البابي سيد بتاعنا، والبابي سيد بتاعنا موجود في السوبر ماركتات الكبيرة، ودايما في كيكة مشهورة جدا اللي هي كيكة الليمون بابي سيد. دي كيكة معروفة جدا ومشهورة جدا، والبوبي سيد بتقدروا تجيبوه من السوبر ماركتات الكبيرة هنا، ما هيش قصة خالص ان احنا نلاقيه، بس مش هتلاقوه في السوبر ماركتات العادية، لازم سوبر ماركت كبير. فهناخد بيدي كده يعني بيقرش كده، يعني كور صغننة كده تقعد تقرش تقرش وانتوا بتاكلوها، فبتدي طعم حلو قوي. والبوبي سيد بيستعمل في الكيك، وممكن كمان نستعمله في السلطة، بيبقى لذيذ وفخم جدا. يعني هنحط هنا البوبي سيد بتاعنا ونقلبه تقليبة. هناخد بقى دلوقتي الدقيق اللي عندنا والبيكنج صودا، وهنخلط الكلام ده كله مع بعضه. هو
هو ده كل عيار الكيكة عندنا، شايفين ما هوش كتير، ما هوش كتير خالص. هي زي ما قلنا ما هيش من الكيكات العالية، هي كيكة يعني تعتبر قليلة الارتفاع. اهي شايفين اهي ده بيكون شكلها اهي. هناخد بقى الكلام ده كله وهنحطه في صينية الفرن المتوسطة اللي هي تقريبا 22 قطرها، وهناخدها نحطها في الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما تستوي، بتقعد تقريبا يعني من 30 ل 35 دقيقة. دلوقتي خلينا نعمل التوبينج اللي هنحطه فوق. التوبينج اللي هنحطه فوق هنحط فيه، عايزين علبة زبادي فراولة، كوب ونص من زبادي الفراولة اهو، وعايزين حليب مكثف محلى نص علبة، عندنا هنا الليمون، الليمون هنحطه هنا، نسينا الليمون بس خلاص الحمد لله اللي افتكرناه. نخلط خلطة كمان واحدة كده وخلاص. خلاص احنا كده جاهزين جاهزين جاهزين. طيب عندنا هنا الزبادي وعندنا الحليب المكثف المحلى، هنخلطهم مع بعض وهنحط عليهم الليمون اللي عندنا ونقلب ونفضل ندوق لغاية ما يبقى عندنا القوام اللي احنا الحموضة اللي احنا عايزينها. لا مش معقول الجمال، رائع. هكمل بقية الليمون. لا لذيذ بزيادة يعني. خلاص كده تمام التمام، كده بقت مظبوطة. هناخد بقى دلوقتي الكيكة بتاعتنا وهنحطها في صينية، بس احنا عايزين صينية متوسطة عشان الصينية دي كبيرة. طبعا كل ما بنكبر الصينية كل ما بتطلع الكيكة رقيقة، فانتوا حطوا في صينية بس ايه اصغر شوية عشان ما تطلعش معاكوا الكيكة رقيقة زيادة عن اللزوم. هي اصلا رقيقة بس عشان ما تطلعش زيادة عن اللزوم. تمام يلا. هناخد بقى الكيكة بتاعتنا وعلى الفرن درجة حرارة برضو 180. احنا اوريدي عندنا الفرخة هننزل درجة الحرارة 180، فاحنا كده عندنا كله 180. خلاص بصوا الفرخة بتغلي اصلا، شوفوا. نخلي درجة الحرارة بقى دلوقتي 180 كده احنا تمام. خلينا بقى دلوقتي ناخد كمان الفراولة بتاعتنا هنا، دي هي اللي هنستعملها للوش. انا قطعتها كده زي ما انتم شايفين عشان عايزة اعملها داير الميدور، والتوبينج بتاعنا الخطير جاهز وهيليق على البوبي سيد جدا على الكيكة بتاعتنا، وهنحط كمان عليها بشر الليمون. احنا كده جاهزين، ناقص بس ايه، ناقص الكيكة بتاعتنا تخلص. فخلينا بقى دلوقتي نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نقدم تعالوا شوفوا الفرخة، تعالوا تعالوا. دي الفرخة بتاعتنا بعد ما خلصت، يعني اللي هي في الفرن اللي احنا عاملينها، شايفين بتطلع يعني كده لذيذة ولونها حلو وريحتها جميلة، وبصوا الخضار وجماله. طبعا دي بس بناخدها بقى كده نسقسقها بالصوص بتاعت اللي نزلت منها ومن الخضار. دي بقى حلوة تغميس، حلوة مع رز، حلوة مع مكرونة بيض، يعني هي حلوة بجميع حالاتها. بس كده نسقسقها بشوية صوص، شوفوا الجمال، يعني بتقول لك تعالوا كلوني اهي. يعني الصراحة
ريحتها مشهية، حلوة قوي. خلينا بقى دلوقتي نعمل ايه، نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل بقى معاكم بقية حلقتنا للنهاردة، نقدم معاكم الفتة بتاعت الكفتة بتاعتنا، ونشوف هنعمل ايه في كيكة البوبي سيد كمان. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي يلا بينا نعمل فتة الكفتة بتاعتنا، نطبقها. عشان نطبقها بقى عايزين ناخد العيش بتاعنا، خلينا نشيل الكيكة من هنا. أول حاجة هنحط العيش، طبعا دي ما ينفعش يعني، لازم قبل التقديم على طول، قبل الأكل على طول نعمل الحركة دي. مش عارفة كده كفاية ولا ايه، ولا الطبق كبير زيادة ولا كويس. خلاص يلا كويس، يلا مهم بس نخلي شوية كده في الجناب يبانوا. هناخد بقى دلوقتي الزبادي بتاعنا، ونحط كده ايه هنا على كل اول حاجة، بس هنا اهم حاجة نحط على الاطراف. وبعدين نحطه بقى كده في النص، هنجيب بقى الكفتة بتاعتنا. عندنا الكفتة المشوية والكفتة اللي معمولة بالسمنة، وكل واحد بقى ياخد اللي هو عايزه. وهنحطها على الوش هنا، نحطها كده كده. وبعدين نجيب الكفتة المشوية ونحطها بقى هنا كده بالشكل اللي انتوا حابينه. خلاص كده تمام. هنبتدي بقى نحط لها، لا تقدروا بقى تحطوا السمنة عايزين، مش عايزين ما تحطوش، زي ما تحبوا. هنحط لها شوية صنوبر بتاع معلقة كبيرة كده، وشوية لوز، ونبتدي نحط عليها شوية شطة مجروشة، بتدي كده لون حلو وكده يعني من بعيد كده حراق لذيذ. وكده الطبق بتاعنا جاهز، إلا لو حابين بقى تحطوا شوية بقدونس كمان ممكن. آدي طبق الفتة، فتة الكفتة بتاعتنا جاهز. اهي
خلينا نبص بصه على الكيكه بتاعتنا برضو. طيب خلينا نشتغل بدي، دي طبعا بردت. هناخد بقى هي مفيش حاجه، خلاص احنا كده جهزناها. هناخد الصوص اللذيذه بتاعتنا قوي اللي هتديها طعم كمان تحفه، نحطها كده هنا. خطير الطعم يا جماعه، اللي ما تتصوروش قد ايه لذيذ بجد. خلاص كده تمام. وهناخد الفراولة بتاعتنا ونبتدي نحطها كده مثلا داير ما يدور. ممكن تحطوا بقى، عارفين كمان ايه لما كنت انا بعملها دايما الكيكة دي؟ كنت بحب معاها الفستق، فلو تحبوا برضو تقدروا تحطوا فستق. فستق بيطلع حلو قوي مع الليمون بابي سيد، وكمان مع طعم الفراولة، مع الفراولة بيديها طعم حلو قوي. كده نبقى احنا خلصنا الكيكة بتاعتنا. وخلصنا الفراخ بتاعتنا. نحط واحدة صغننة هنا كده وخلاص. خليني اشوف لو عندي فستق في التلاجة. يا عيني اسمعوا، الكيكة خطيرة بجد، لازم تجربوها بجد، لازم تجربوها. كده تمام التمام، كده وصلنا لاخر الحلقه بتاعتنا للنهارده بوصفات لذيذه. خلينا ناخد دلوقتي برش الليمون كمان نحطه كده على الفراوله. تو ماتش لذاذه، تو ماتش لذاذه. هناخد دلوقتي الكيكه بتاعتنا نحطها هنا كده اهو، وكده نبقى وصلنا معاكم لاخر حلقتنا للنهاردة. عملنا لكم فيها وصفات بتمنى انها تكون عجبتكم. عملنا معاكم الفراخ المبهرة اللي في الفرن لذيذة جدا، وحطينا لها توابل حلوة وكلها خضار من تحت، والخضار طبعا واخد لون تحفة زي ما انتم شايفين. وعملنا ودي طبعا تقدروا تحطوها في الفرن كده، وتقدروا تحطوها كمان في الكيس الحراري. عملنا كمان معاكم فتت الكفتة، وعملناها بكفتة صوابع وكفتة مدورة، وتقدروا تحطوها في الفرن زي ما عملنا نصها، وتقدروا تشوها زي ما تحطوها تقلبوها مع سمنة زي ما عملنا الجزء الثاني. وحطينا لها كده في فوق شوية شطة عشان يكسر اللون ويدي طعم شوية حراق كده لذيذ. طعمها لذيذ جدا ومختلف تماما بقى عن الكيكات اللي احنا متعودين ناكلها، يعني فيها بابي سيد وفيها ليمون، والتوبينج اللي فوق رائع اللي هو زبادي الفراولة والحليب المكثف المحلى وليمون. كيكة كده بجد طعمها حلو قوي، يعني الطعم في حتة تانية. الوصفات بتاعتنا كلها هتنزل على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا على الفيسبوك، واللي ملحقش يشوف الحلقة من أولها بيقدر يشوفها في الإعادة. شكرا لمتابعتكم، وبشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة، وصفات جديدة وأفكار جديدة بإذن الله. باي باي.